السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، الفيديو الثاني المتعلق ببوتات التليجرام للربح، مقدمة مرتبطة بعالم الويب 3. إن هذا البوت الجديد مرتبط بمنصة كوكوين. كوكوين هذه منصة مشهورة عالمية، عندها دراهم لا بأس بها. اقترحت هذا العملة هذه تاع فروغ جاية مستوحاة من بيبي كوين اللي يعرفها. المهم هذا البوت جديد، يقول لك كي تجي تضغط هنا يقول لك coming soon يعني قريبا. ما تقدرش تجمع فيه النقاط، ولكن تقدر تجمع النقاط بطريقة أخرى، وهي عند الارتباط بالحساب أول مرة سوف يقومون بحسب الوقت الذي فتحت فيه الحساب، إذا كان 4 سنوات 5 سنوات سنة، ويعطونك النقاط على حسب عمر الحساب. أنا أعطوني في الأول 20,000 ولا 30,000 نسيت، وكان عمر الحساب عنده 5 سنين، وزدت لايمت شوية نقاط منه من الفريندز، درت استدعيت واحد 2 ولا 3 أصدقاء، الآن أصبحت عندي 90,000. المهم أقول لك المال لا يأتي، إنما أنت تذهب عند المال. ما تضيعوش خاوتي الفورس نتاع لي بوت، راهم مولاو فيهم ربح كبير. وتجدون رابط البوت بوت التليجرام أسفل الفيديو في الوصف. إلى اللقاء، سوف نلتقي في بوت جديد.